المشكلة الأبدية بعد الإنترنت في مصر سواء ADSL أو 4G الواي فاي اللي بنعتبره دلوقتي من الأساسيات. بص كده على أي مكان، درجة حبك للمكان ده أو كرهك ليه هتعتمد على مدى جودة شبكة الواي فاي عنده. هتقول لي ما أنا ممكن أحب مكان وأنا معايا 4G عادي جدا. هقولك عزيزي المشاهد، الـ4G ده حوار تاني خالص، بما إنه الحمد لله وعن جدارة أكتر شبكة بتتقمص. تبقى نايم على جنب وتفتكر بس تلف الناحية التانية، لو بتريح نفسك وبتغير يعني من رقدتك، تقولك طب مانيش شغالة عشان تبقى تغير مكانك كويس، أو مفيش شبكة. أكتر شبكة غير مستقرة في مصر والأغلى في اشتراقها وعليها قيود غريبة جدا، غريبة زي هارد اي داتا ال HD 770G، هارد عادي اكسترنال زي بقية الهاردات الاكسترنال، وسرعته عادية جدا بسرعة USB 3.1 Gen 1، بس مضاد للبهدلة زي الصدمات، الأتربة، رزاز المية. حتى لو وقع في المية لعمق يوصل لمترين مش هيحصل له حاجة لمدة ساعتين، وكمان بينور RGB. مدام الواي فاي زيه زي الانترنت مشكلة أبدية، هل المشكلة الأبدية دي حل؟ يعني هنضطر نتعايش معاها زي الانترنت ولا في حاجة تقدر تحلها؟ الواي فاي بنسبة كبيرة جدا في إيدك إنك تحله، بس لازم تعرف المشكلة بتاعتك فين. أولا هي بتنبع من الجهاز اللي أنت شغال بيه، مش بقى خامة الحيطة اللي مبنية أو المساحة بتاعتك، أو المساحة ممكن برضو نعتبرها من المشاكل، بس من لي الجهاز اللي أنت شغال عليه. معظم الناس دلوقتي شغالة بالراوتر اللي بنجيبه مع اشتراك النت أبو 5 جنيه، الشبكة بتاعته ضعيفة كسرعة وكنطاق، بتغطي ما بين اوضتين لثلاثه. ده لو المكان اللي انت قاعد فيه تصميمه تقليدي، يعني مش ترتيب الاوض مثلا بيكون بشكل طولي، ممكن تكون حاطط الراوتر في الصاله وكل الاوض بتلف حوالين الصاله في شكل مربع او مستطيل ايا كان. يعني هنا وقتها ممكن نقول الراوتر ده كافي جدا، لكن مساحه اكبر من 100 متر مع اوض كتير وكل اوضه ليها حيطانها والديكورات بتاعتها، هنا بقى تبدا تبان المشكله. اول حاجه هتشك فيها هي الراوتر، فتبدا مثلا عشان توفر تغطيه كويسه اما تعتمد على كابلات، وده ما بيكونش محبب للناس قوي، خصوصا اللي شغلهم بيكون اكتر على اللابتوب، هو جايب اللابتوب عشان مش عاوز يربط نفسه بمكان معين. بتبدا تدور على راوتر احسن من اللي عندك، املا انه يديك سرعات احسن ويديك تغطيه اكبر، ولكن بتفضل نفس المشكله. لو ما قابلتش مشكله في التغطيه هتقابلك مشكله في انه مش مستقر، وبتصطدم ان سرعه الانترنت زي ما هي. ما هي اصلا لو المشكله في الراوتر كنا حليناها من زمان، بس المشكله اساسا مش في الراوتر يا راجل. الاكسس بوينتس الى حد ما حل كويس. الاكسس بوينت عباره عن جهاز بتوصله لان وبيدي واي فاي، تقدر تعتبره اكستنشن من الراوتر، بس مع الوقت بتظهر فيه المشاكل زي انه ممكن يخرج ناس من الشبكه وقت ما هم شغالين، او سرعه الانترنت مش هتكون مستقره بسبب انه بيوزع على اكتر من جهاز في وقت واحد، فمش قادر يهندل العمليات الكتير اللي بتتم في الثانيه الواحده. هي بتكون اجهزه بيزك شويه مقارنه بالراوترات اللي بيكون فيها بروسيسور ورام عشان تقدر تهندل العمليات الكتير. بالنسبه بقى للريبيترز فدي غالبا اسوأ حل ممكن تلجا له. الريبيتر لو ما تعرفوش هو عباره عن جهاز بتوصل له باور بياخد شبكه واي فاي وبيدي واي فاي، ودي بقى المشكله. الريبيترز الانتنه اللي المفروض انها بتتواصل مع الراوتر الاساسي اللي بيكون فيه واي فاي بتاخد منه وبتدي للاجهزه الثانيه واي فاي، الاجهزه اللي متوصله عليها ايا كانت ايه، وبسبب الهسل ده كله بتبدا تفقد تكنيكلي 50% من السرعه بتاعتك. ده غير ان لو في اجهزه كتير شغاله في نفس الوقت هنرجع برضو لعدم استقرار الشبكه ونقفقف على بعض، عندنا تغطيه بس ما عندناش سرعه. يا فرحتي. طيب يا عم مصطفى، لما الاكسس بوينت فيه مشاكل والريبيترز كمان فيها مشاكل، ده بغض النظر عن ان الراوتر الاساسي اصلا في مشاكل، نرجع بقى لل4G اللي برضه فيه مشاكل، ايه الحل؟ لو انا عندي شركه او بيت كبير او شقه كبيره وعاوز اغطيها بالكامل بشبكه انترنت ومش عاوز اوصل اسلاك كتير بطول المكان كله. انا عارف انك ممكن تاسس المكان من البدايه بكابلات في الحيطه وكده، بس انت شقه مش شركه، الموضوع بتحتاجه يكون عصري اكتر، خصوصا ان مؤخرا كل حاجه دلوقتي تقدر تربطها بشبكه بيتك وتتحكم فيها حتى لو انت مش في البيت. في حل ممكن تحسه مكلف شويه بس بيقدم لك بالظبط اللي انت بتدور عليه من غير اسلاك كتير، من غير مشاكل كتير، سهل وبسيط، وهو المش سيستم، وده شغالين بيه هنا في عرب هاردوير بقالنا فتره. المش سيستم مصطلح كبير مش مقفول على جهاز بعينه، تقدر تعتبره انفراستراكشر ديفايس او تيبولوجي معينه في الشبكه عباره عن نودز بالاو مش بالتانية. النودز دي بتقدر توزعها في اماكن معينه وهي بتبدا ترد على بعضها. طبعا هتقول لي انك ممكن تعمل الكلام ده باي ريبيتر عادي، تمام، بس الفكره ان المش سيستم زي الايسوس زين واي فاي اللي بنستخدمه حاليا بيكون فيه اكتر من بند. الزين واي فاي على سبيل المثال 3 بند، ده غير انه متوصل على اس او سي فيها بروسيسور رباعي النواه وشريحه واي فاي مع رام 512 ميجا بايت وشريحه واي فاي زياده، معمولين بس عشان يهندلوا الترافيك اللي بيكون على الاجهزه ويحدد الاولويه لمين من الاجهزه على حسب الورك لود، ويوفر لك نوع من التحكم مبني داخل السيستم وتخليك تحط بوليسز معينه على نوعيه الكونتنت اللي تقدر الاجهزه توصل له على سبيل المثال. ده بالاضافه ان اي بروسيسور لازم يكون ليه تبريد عشان يفضل شغال والتبريد فعلا موجود دول هيت سينك. اللي يفرق اي مش سيستم عن اي ريبيتر واي فاي اكستندر او اكسس بوينت ان بيكون في
في بند مخصوص عشان تتعامل او تتواصل مع النودز الباقيه، بالتالي ما تشتكيش من اي مشكله بتحصل بسبب ان البند اللي بتوزع الاشاره هي نفس البند اللي بتستقبل الاشاره اللي المفروض توزعها. تقدر تقول كده ان الزين واي فاي مش تري بند، التري بند هنا اللي انت تقدر تستخدمهم، انما هي عباره عن كواد بند. البند الرابعه او الاساسيه اللي انت ما بتستخدمهاش دي اللي بتتواصل مع النودز الباقيه عندك في البيت او في المكان اللي انت فيه، والباقيين اللي هم الثلاثه الاساسيين انت بتستخدمهم عادي جدا. بس وارد تلاقي واي فاي اكستندر يكون فيه نفس الموضوع، وده فعلا موجود، بس خلي بالك انه اكستندر يعني هياخد الشبكه الاساسيه او الاس اس اي دي بتاعك الاساسي وليكن حماصه ويحط جنبها حماصه اي اكس تي، اختصار اكستندر، بمعنى انه بيخلق شبكه ثانيه باس اس دي ثاني برينج اي بي هات مختلف، بالتالي الاجهزه مش هتعرف تتواصل مع بعضها. ولو عاوز تغير بين الشبكات هيكون مانوال او تفضل تخرج من المكان لحد ما تختفي الشبكه البعيده وتروح للقريبه منك. حاسس ملوش لازمه. اي نعم بعض الاجهزه دلوقتي زي السمارت فونز مثلا بتفضل الشبكه الاعلى من حيث الاشاره، بس مش كل الاجهزه فيها النقطه دي. المش سيستم بقى بيخلق اس اس اي دي واحد على حسب كل الترددات عندك، اما تشتغل على ال2 و4 باس اس اي دي خاص بيها او 2 5 جيجا هرتز ودول مختلفين عن بعض، والاختيار بينهم بيكون على حسب النطاق والسرعه، يعني التغطيه اكبر وسرعه اقل هيكون ال2.4، نطاق اقل سرعه اعلى هيكون ال5 جيجا هرتز. بالتالي انت مش محتاج تعمل اي نوع من انواع السويتشنج بين اي شبكه في اي مكان، الاي بي هات واحده والشبكه واحده طول ما انت بتتحرك ماسك نفس الاس اس اي دي لحد ما تخرج بره البيت تماما او نطاق التغطيه بتاعك. غير كده ان المش سيستم اساسا اوبتمايزد اكتر مع الاي اي الموجود حاليا في كل حاجه، ومتوافق مع فيرتشوال اسيستنت زي امازون اليكسا على سبيل المثال، بالتالي بيقدر يوزع الشغل صح ما بين التري بانز اللي موجوده ويوصلك بالاجهزه المعتمده على الاي اي اللي بقت حاليا موجوده في كل حاجه، حتى الاجهزه الكهربائيه بتاعتنا زي المكانس زي الغسالات زي الثلاجات. بالاضافه انك لو شلت نود مثلا من الاجهزه اللي موجوده هو هيكون عارف الجهاز اللي اتشال ده فين بالظبط، وهيبدا يتواصل مع النودز الباقي عادي جدا ويوزع الاشاره بالتساوي عليهم عشان يديك نفس التغطيه في حاله انك استغنيت عنها او حصل فيها اي مشكله. غير كده ان الموضوع مش متعب تماما، انت كل اللي عليك تعمله وتبدا تعمل كونفيجريشن سواء عن طريق البراوزر او طريق ابلكيشن ايسوس 3 دقائق ويكون شغال معاك بدون اي مشكله. هو هيديتكت مكان الجهاز ده فين عن طريق الابلكيشن وتبدا تشتغل على طول، او تخش بقى عن طريق البراوزر العادي من الاي بي او اللينك اللي ايسوس بتوفره مع المانوال بتاع الجهاز. طيب حلو، فين بقى التجربه؟ انا مقدر ان مش بالسهوله تحس ان المش سيستم يحل الموضوع كده، بس في الحقيقه هو فعلا بيحل حاجه زي كده. المفترض قدره التغطيه بس لقطعتين من الايسوس زين واي فاي اكس الجديد زي اللي معايا توصل ل 1676 متر مربع، اي ما يوازي 5500 سكوير فيت. تمام جدا. سعر الجهاز ده هو 450 دولار. احنا هنا مثلا في المكتب لما جينا بدانا بالحلول التقليديه، اكسس بوينت، ابتدينا نلاحظ مع الوقت تهييس في الشبكه، الاكسس بوينت بقى يخرج ناس بمزاجه من على الواي فاي ويتحكم في مين يشتغل ومين ما يشتغلش، بس ما كانش الموضوع كريتيكال قوي في البدايه، يعني بنعدي الموضوع فورجيت وبنخش من اول وجديد. شويه شويه عدد الناس عندنا هنا ابتدى يكبر، ابتدينا نلاحظ ان الموضوع كبر اكتر لدرجه انه ممكن يدخل ناس على الشبكه بس ما يدهمش نت. فكرنا نغير لحل انتربرايز اكتر، حاجه تستحمل الاعداد دي، زي مثلا اتنين اكسس بوينت ممتازين جدا وغاليين جدا سعرا يتحطوا في كلاستر، نظام كده بدائي شويه شبيه بالمش سيستم، في انه يديك شبكه واحده معاك في اي مكان، بس في النهايه المشكله برضو فضلت زي ما هي. استنينا شويه وصبرنا شويه، جالنا الايسوس زين واي فاي الجديد اللي اعلنوا عنه بشكل رسمي سي اس 2020، وابتدينا نشتغل بيه والنتائج كانت مذهله جدا. مكتب عرب هاردوير عباره عن ثلاث اماكن مجموعهم تقريبا حوالي 660 متر، عباره عن في دور فوق دور تحت ومكتب تاني في مكان تاني خالص، في طبعا ما بينهم فواصل وحيطان كتير، وفي اماكن للاوض اللي هي عباره عن اماكن التصوير. السيجنال واصله بعد الزين واي فاي بشكل كويس جدا، كاني جنب الراوتر بالظبط، ولو ضعيفه سنه او قلت شويه بسبب التنقل وده الوضع الطبيعي لازالت السرعه هي هي، والموضوع الحقيقه ما كلفنيش زحمه اسلاك او تغيير في الانفراستراكشر بتاعتي، وانا هنا مش موزعهم بين التلات اماكن بشكل كويس، انا بس حطيتهم في اماكن عشوائيه كنوع من انواع التجربه ولازالت النتائج ايجابيه جدا. انا عارف ان حله مكلف شويه، بس لما تيجي تبص على التارجت، اولا شقه مساحتها 1676 متر مربع دي فيلا ما هياش شقه. اتنين التغطيه اللي بيقدمها حل كويس جدا للشركات، غير كده كمان بيديك تحكم في كل حاجه سواء من على البي سي او السمارت فون، هتاخد استاتستيك عن كل حاجه بتحصل في الشبكه بتاعتك، مراقبه بشكل وقتي وشكل سريع، وغير كده كمان مش هيأثر على اداء الجهاز، والاهم بقى مراقبه على المحتوى. لو انت حابب الفكره ممكن تقتني مثلا قطعه واحده هتكون كافيه جدا لمساحه تقدر ب 838 متر مربع، وده رقم كبير جدا على شقه كمان. ولو عاوز توصل لان مش عاوز تعتمد على الواي فاي عشان انت جيمر ما عندكش مشكله تماما، لان القطعه الواحده فيها 3 لان ار جي 45 بسرعه 1 جيجا بت، ده غير ان الوان
اللي هيتوصل على الشبكة الرئيسية سرعته 2.5 جيجابت. تقدر تقول ان مشكلة الواي فاي مشكلة محلولة. ممكن تحسه حل مكلف شوية، هو مكلف انا معاك، بس مجزي جدا، تجربة مختلفة سهلة وسلسة وما فيهاش اي تعقيدات ولا حتى اي تعارض مع الشبكة الاساسية من ناحية البوليسز اللي موجودة. الحل موجه اكتر للمساحات الكبيرة جدا، اللجوء ليه مش هيكون الا لو بتعاني فعلا من ضعف في الواي فاي. طبعا لو النت هو اللي فيه مشكلة هل ده بيحله؟ لا. هل اساسا في راوتر بيحله؟ لا. طب والعمل ايه؟ مفيش غير اننا نتناقش في الموضوع ده في حلقة جاية. قول لي تحت في التعليقات لو حابب نعمل كده. ما تنساش رايك في المش سيستم كفكرة، لايك لو الحلقة عجبتك، وما تنساش كالعادة تعمل سبسكرايب لقناة عرب هاردوير عشان يجيلك نوتيفيكيشن بالحلقات الجاية. اتفرج على الحلقة اللي فاتت واللي هتظهر لك حالا، وكما هي العادة اتمنى اشوفكم في الحلقة الجاية.